قتل نحو 40 شخصا من المتمردين الحوثيين والمدنيين السبت في غارة جوية شنتها طائرة التحالف بقيادة السعودية على سوق شرق صنعاء. مصدر محلي قال إن الغارة استهدفت 3 آليات للمتمردين لدى دخولها السوق في بلدة قيل بن غيلان في مديرية نهم، وتحمل نهم أهمية خاصة باعتبارها البوابة الشمالية الشرقية لصنعاء، وقد تمكنت القوات الموالية للحكومة والتحالف من التقدم فيها سعيا للوصول إلى العاصمة التي يسيطر عليها الحوثيون. هؤلاء عظماء الناس الأبرياء النازحين لم يفعلوا شيئا. الأمم المتحدة قدرت عدد قتلى المعارك الدائرة في اليمن منذ بداية حملة التحالف في شهر آذار مارس من العام 2015 قبل نحو عام ب6000 شخص.